سيارة الإسعاف بعد كما شفتوا الفيديو الأول اللي كان كيدعوا فيه الناس كيقولوا أنها ما بغاتيش تجي، يعني السيدة كانت كتموت وما بغاتيش تجي باش تمشي تم الإنقاذ ديالها، شنو كتقول لنا في هذا الشيء؟ بالنسبة خويا لهاد البنت هادي اللي توفات دابا عارمه عليا الباطل هاد الناس هادو، ما عيط لي حتى واحد. جيت أنايا جيت على حساب نهار السبت والحد تنديروا الفيدونج تنغسلوا هذا، جيت غسلت الطوموبيل ديالي درت الفيدونج جيت بلاصتي تنشرب قهيوة، ما عيط لي حتى شي واحد. خرجت لقيت واحد المستشار واقف حدا الطوموبيل، السيدة مشات لابيلونس أخرى جابتها اللي عيطوا لها جابتها للسبيطار. اتصل بيا سيد القايد قال لي ودي داك السيد راه ما تيعرفش مزيان دوز الله يرحم باك، نتلاقاو في السبيطار غادي انا نهز الطوموبيل نمشيو للسبيطار سمحنا بالقهوة، راه معايا مستشار ديال الجامعة النيت. قلت له نوض نوض ها هو معايا غادي من سالي غادي يدوز يهضر معاكم، راه عندنا واحد الحالة نوض نمشيو للسبيطار. هي هذيك تمينا غادي لقينا السيد واقف حدا الطوموبيل قال لك ما تحركهاش السيدة ماتت. القائد كان شاد معايا التليفون قال لي خلي الطوموبيل تم من بعد مع هذاك اجي على رجليك، غادي على رجلينا تبعوني هو وعصابة ربعة اللي تيخبطها اللي ضربني واحد ضربني هو بموصل الصبع، واحد شدني من نيفي ما عرفت باش تبلي الدولية تليفون تيدير 50,000 ريال والدولية 40,000 ريال خاشية في 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 الجوا ديال التليفون وشي كارت كيشيات ديال. بغيت نسولك شنو عندك كاين معاهم شي خلافات من قبل ولا شي حاجه شي مشكل ولا عاجات سبا، وبغيت نعرف وتوضح لنا اكثر. ما كاين حتى خلاف، ما كاين حتى شي خلاف على حسب ما كيقولوا هما، كيقولوا انك كانت ديما ما كتبغيش تجي عندهم وشنو علاش زعما؟ الكذوب الكذوب. انا ما تمشي دابا تمشي معايا حتى للدائره كاع اللي تنسكن فيها انايا وتشوف تسمع بودنك من طرف بدا مع الليل مع النهار فوق ما هما اصلا راه فايت جايب لهم مرت ولدهم تولد. وتقدر توضح لنا شنو كانت الحاله ديال ديك السيده، شنو تما اللي هي شنو السيده واش كانت بصح ميته ولا باقا عاتقه؟ لا انا اتصلت بالسيد اللي مشى يهزها، انا اللي تنسق مع الدراري اتصلت به قلت له مضرة حيت القائد اللي تيسولني قال لي قول له لا كانت ميته تما سولي. اتصلت به ما جاوبني السائق حتى قرب لهنا الولاد حميد جاوبني قلت له واش السيده هزيتيها ميته ولا حي؟ قال لي ودي هزيتها ميته والله يرحمها. انا هي انا شنو درت لها كاع قال لي شنو باش كطالب دابا؟ تنطالب انا تنطالب غادي نتابعهم قضائيا، ما غاديش ندير معاهم بعد هاد الحاله اللي داروا ليا وجايب لي عصابه قاعده تخبط، وراه معايا مستشار حتى هو شاهد على هادشي مستشار ديال الجامعه النيت ها هو معايا. كيما تواصلتي معنا دابا حاليا وانت جيتي لهنا للكوميساريه شنو واش قدمتي شي شكايه بهاد الناس ولا يعني بانك انت مضروب؟ مشيت للطبيب داوني البوليس للطبيب درت سوانيت سوانيت في السبيطار وجيت دابا جيت دابا هنايا جينا باش نديروا المحضر ديالنا. فهادشي اللي كاين كانوا الاخوان اللي سقطوا تنسال انا انا ندوز لكم السيد المستشار اللي كان معايا بعدا شاهد على كل شيء من الاول ملي دزنا درنا الفيدونج ومن اللي جينا القهوه ومن اللي كل شيء هو اللي عايفسر لكم. لا قلت انا شي حاجه راه بحال تسمعت. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للحدث ديال اليوم انا كنت خدام في الصباح، انا مستشار واستاذ في جامعه الصفافة. عيطت للاخ يوسف قلت له واش عطبات سليمان؟ قال لي راه غادي يمشي. قلت له واخا دوز عليا نمشيو انا وياك. كان جايب الطوموبيل جيت له على حساب الفيدونج، دزنا انا وياه حطينا الطوموبيل دار الفيدونج ديناه لواحد البليصه حطيناه تما. هي هذيك عيطوا ليوسف عيط له خوه ولا شي واحد قالوا راه المشكل عندنا وقعت شي حادث موت ولا شي حاجه. هي هذيك ملي يوسف ولا عيط للشيفور الاخر قال له راه مشات السيده، السيده راهم جابوها جابوها لهنا وراه جابوها ميته اصلا. حنا غادي نمشيو لومبيلونس، يوسف كيتواصل مع السيد القائد وانا كنت معاه كنت مع الهضره كامله. قال مشينا لومبيلونس تيتعرض لنا الاخ مصطفى الحرش راه هو مستشار حتى هو معنا. لا ملي كيتعرض اسمع معاكم معاكم ماشي معانا، يعني هو اللي وقع معاه المشكل. مستشار حتى هو وقع معاه المشكل، غادي حنا نمشيو نهزو لومبيلونس نشوف حالتنا. بقى كيدافع هو قال له ما عنديش لومبيلونس. يوسف كيتواصل مع السيد القائد قالوا راه ما خلاش زياده، قالوا القائد صافي ماشي مشكل اجي انت على رجلك ونركبك انا ونمشيو للسبيطار. حنا غاديين بحال هكا حتى كنتفاجئ كنشوف انا السيد كيتلاع عليه من اللور كيبدا الضرب، ما عرفتش انا شكون اللي كيضرب. المهم واحد اللي عرفته هو ولده، ولده بقيت شادو انا وشفت كانوا شادنا شي جوج ولا مرات يعني بداو كيضربوا وقعت الحادثه وحنا جينا فعلا. هو هذا الشيء اللي كاين. سيدنا
السيد نائب قبل باش نبداو باش حتى الناس يتبعوا واش يعني واش كاين عندكم انتم سياره واحده في ديك الصفاف في الجامعه ديالكم هي الصفافعه وشنو كاين وضح لنا باش نعرفوا شنو المشكل اللي كاين بالضبط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المهم غير للتوضيح جامعه الصفافعه تتوفر على اربعه ديال لي زونجونس اربعه تيكونوا كل وحده عندنا عارفينها في البلاصه فيك يعني اي حادثه كاين يعني تيمشي يدخل السيد اللي قريب. ما يمكنش واحد داخل السيد سليمان تيصلح الطوموبيل غيدير الفيدونج وغيدير المسائل ديالو غيدير كلا غيمشي لسيد سليمان واحد 18 كيلومتر يعني غيدخل واحد اللي قريب. السيد القائد ملي وصلاتو الاخبار ديال كاينه حاله انتحار في واحد الجماعه واحد الدائره 20 اللي هي مجاوره الجماعه ديال القصيبيه مباشره غيشوف الامبيونس اللي قريبه. كاينه واحد السيد اللي هو سميتو قاسم ساكن في الدوار ديال الرزاقله يعني هو اللي كان اقرب واحد. هذاك السيد مشى فعلان دخل او السيده شوف واش ميته ولا ما ميتهاش الله عندك شي تيبقى هذا هزها دخل للسبيطار. في الوقيته اللي هي راه ديك الساعه هنا السيده راه في السبيطار السيد القائد تيتصل بالسيد يوسف السائق الاخر باش يوصل عليه للسبيطار باش يتعاونوا على الاجراءات. تيجينا الاخبار بان السيد راه محاصر ووقع له واحد الاعتداء اللي هو اعتداء شنيع ومدان. هاد الناس هادو هاد السائقين حنا لا نديرو تنعياو ما نعطيهم ما نستوفيوش الاجر ديالهم. داك الاجر اللي تنعطيهم ناس خدامين 24 ساعه على 24 ساعه وبالاشهاد ديال الساكنه كامله وتسول كاع تدخل للسبيطار هنا المندوبيه ديال الصحه يعني تدخلوا غير الحاله ديال الجماعه ديال الصفعه الا كانت حاله كاع في سيدي سليمان اكسيد وهذا تندخلوا 24 ساعه على 24 ساعه. هاد الناس مشكورين ولكن هاد الشيء راه تتبقى هاد الناس هادو باغيين يدخلوا شويه ديال السياسه وشويه ديال المعارضه وشويه ديال البوزو باغيين يركبوا على الاحداث. هادشي راه حشومه. كيفاش اشرح لنا باش يفهموا حتى المتابعين كيفاش هاد السياسه يدخلوها في حاله ديال الوفاه؟ السيد عندهم صراعات في الدائره. هاد السيد هذا يلاه نجح في ديك الدائره من النهار اللي جا هو تيعطينا الطلبات ديال السائق خصو يحبس خصو يحبس مشى جاب توقيعات. هادشي راه يعني عنده ابعاد توقيعات ديال واحد 90 واحد جاو ناس داروا حق الرد جابوا اكثر من 200 بان هذا السيد صالح. يعني هذا الشيء ما حشومه باش ندخلوه. السائق ديال سياره الاسعاف راه عنده مسؤولين والجماعه عندها مسؤول راه ملي تنتواصلوا معاه يعني الحاله اللي قريب الحاله اللي قريب تدخل اقرب حاله للسائق اللي تيكون عندنا حنا اربعه ديال لي زومبيرونس حقاش هذا القطاع ديال الصحه راه هو الهدف ديالنا هو التعاقد هو اللي تعاقدنا مع الناس والساكنه باش تعطينا هذا الشيء من الاولويات ديال من الاولويات وشكرا وراه ما بقاش عندي فين نزيد. شنو المطالب ديالكم باش كطالبوا دابا نتوما؟ المطالب غتكون مسطره الجماعه غدير مسطره ويكون القضاء هو له الكلمه الاولى. هذا الشيء لحقاش هذا السيد ما يمكنش هاد الناس تكون معنا باش نسمحوا فيهم حشومه عيب وعار وشكرا. شكرا. متابعي الكرام كما شفتوا في اطار حق الرد ديال يعني سائق السياره والنواب شوف الرئيس شفنا سيدي كما كتشوف متابعي الكرام غادي نقول يعني نشوفوا الرئيس ديال الجامعه ديال الصفاحه حتى هو كما شفتوا يعني كان حق الرد ديال السائق اللي حتى هو دلب يعني بالتصريحات ديالو وشاف انه يعني كما كنقولوا رد على داك الشيء اللي كيدعي كانوا كيدعيوا يعني الاهل ديال السيد الشاب اللي توفات ولا الاعضاء ديال المعارضه كما كتشوفوا يعني بكل شفافيه ويعني ونزاهه حنا كنلاحظوا يعني جوج ديال الاراء ديال جوج ديال الناس اللي عندي واحد الهرسة في النيف نعم وراح ديال الطريق هنا رجعوا عندي هنا عندي هرسة. نتمنوا لك الشفاء ونتمنوا الرحمه والمغفره للبنيشه اللي ماتت الله يرحمها. وكما شفتوا معنا متابعين الكرام حنايا حاولنا اننا نقلوا لكم يعني جميع التفاصيل وجميع المسجلات في هذه القضيه. متابعي الكرام الى بث مباشر اخر شكرا لكم على التتبع دمتم في جهه الحلقه 24 متابعين كاس 30 الى بث مباشر اخر.